الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أيها الناس سعنا بإذن الله رجيع النبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوا ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا يرحمكم الله أنصتوا يرحمني ويرحمكم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن محمداً عبده ورسوله جاهد في الله حق جهاده حتى جعل كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير ما جزى به نبيا عن أمته وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارحم اللهم مشائخنا وأمواتنا وأموات المسلمين ولا تجعل اللهم مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا إنك أنت السميع المجيب أما بعد أيها السادة الكرام يقول المولى تبارك وتعالى في محكم تنزيله وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين
فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الإنسان أيها السادة الكرام ليس هو هذا الغلاف الطيني، كما أنه أيضا ليس روح ترفرف، روح مجردة معزولة عن هذا الجسد، إنه خلق خلقا مزدوجا، فيه عنصر أرضي وفيه عنصر سماوي، فيه عنصر طيني يشده إلى الأرض إلى أسفل، وفيه عنصر رباني من الملأ الأعلى يشده إلى الأفق الأعلى، وهو في صراع مرير بين هذين العنصرين، عنصر الطين وعنصر الروح. والإسلام يسعى إلى أن يوازن بين هذين العنصرين. فلم يخاطب الإسلام الإنسان بقوله أنت بالروح لا بالجسم إنسان، ولم يقل له أنت إنسان بجسمك فقط. فعلم الإسلام كما تعرفون هو علم رباني يقوم على الملائمة والمواءمة بين لوازم الروح ومتطلبات الجسد، فلا بد للعنصر الطيني أن يأخذ حقه كاملا. ومن هنا كلف الإنسان بعمارة الأرض وبالتمتع وبالأكل من طيبات هذه الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. في موضع آخر من القرآن وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ولا بد للعنصر الروحي أيضا أن يأخذ حقه كاملا، ومن هنا كلف الإنسان بعبادة الله سبحانه وتعالى، كما جاء في القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فكما يحتاج الإنسان إلى الوجبات المادية لغذاء جسمه مرات في اليوم والليلة، فإنه يحتاج كذلك إلى وجبات روحية لغذاء قلبه وغذاء روحه مرات في اليوم والليلة. فالطعام هو غذاء للجسد، والعبادة هي غذاء للروح والقلب. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الطغيان في الميزان معناه الزيادة عن الحد المطلوب، والإخسار ولا تخسروا الميزان، الإخسار هو نقص عن المطلوب. فالإسلام يقول لنا لا إفراط ولا تفريط، هذا هو المنهج الصحيح، وهو منهج عام مطلوب في كل شيء وفي كل قضايا الإسلام. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه أن الصحابي الجليل والفقيه الكبير سلمان الفارسي قال لأخيه العابد الزاهد أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بينهما فزادت بينهما الألفة وسقطت الكلفة بينهما، فزار سلمان أبا الدرداء فوجد أم الدرداء متبذلة، يعني لابسة ثياب العمل وثياب المهنة لا ثياب الزينة والتجمل كما تفعل المرأة المتزوجة، فقال لها سلمان ما شأنك؟ فقالت له أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فرحب بسلمان
وقرب إليه طعاما فقال كل فإني صائم. فقال سلمان رضي الله تعالى عنه ما أنا بآكل حتى تأكل. وفي رواية أخرى أقسمت عليك لتفطرن. قال فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم الليل كعادته فقال له سلمان نم، فنام. ثم قام بعد ذلك بقليل ليقوم الليل، فقال له سلمان نم. فلما كان آخر الليل قال سلمان قم الآن، فصليا معا. فقال له سلمان بعد ذلك يا أبا الدرداء إنا لربك عليك حقا، وإنا لجسدك عليك حقا، وإنا لأهلك عليك حقا، فأعطي لكل ذي حق حقه. فأتى أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صدق سلمان. وفي رواية أخرى قال لقد أشبع سلمان علما. إذن هذا هو التوازن. فكما خلق الله الإنسان في أحسن تقويم فإنه أمده كذلك بالميزان الذي يعدل به كفة حياته حتى يكون طيني بجسده ولحمه، ملائكي رباني بروحه، وتسمى روحه وتصفى وتصطبغ بالصبغة الإلهية كما قال سبحانه وتعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ولذلك أقول هنا إن من المفاهيم التي ينبغي أن تصحح هو مفهوم الزهد. الزهد في الإسلام هو قيمة روحية تربوية تعبدية كبرى في الإسلام. فقد جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه قوله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. لكن الزهد ليس تركا للدنيا، الزهد ليس تركا للعمل فيها، بل العمل في هذه الدنيا هو جزء من الخلافة في الأرض. وقد قال الإمام الأصفهاني رحمه الله إن الله خلق الخلق لمقاصد ثلاث: الخلافة والعمارة والعبادة. الخلافة قوله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي يقول للإنسان أنت أيها الإنسان مؤتمن على شرع الله سبحانه وتعالى ومؤتمن على منهجه في هذه الأرض. والعمارة قوله سبحانه وتعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي كلفك أيها الإنسان بعمارة هذه الأرض فتصلح الفاسد وتزيد في إصلاح المصلح. والعبادة قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالمسلم في تعبد مستمر وفي حال مراقبة مع الله سبحانه وتعالى حتى يأتيه اليقين، حتى يأتيه الموت. لا عطلة للمؤمن في عبادته. فالزهد إذن كما قلت لكم هو ليس تركا لعمارة الأرض. الزهد كما يقول العلماء هو زهد القلب، زهد الإرادة، أن تكون إرادتك مجتمعة على الآخرة. ولهذا ذكر القرآن صنفين من الناس: صنف يريد الدنيا وصنف يريد الآخرة. فقال سبحانه وتعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. هذا يريد وهذا يريد، هي الإرادة إذن كما قلت لكم.
ولهذا قال أحد مشائخ الصوفية لأتباعه عندما أصاب بعضهم من الدنيا ما أصاب، قال لهم: لا تبالوا، اجعلوها في أيديكم ولا تجعلوها في قلوبكم. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا يا ربي ولا تجعلها في قلوبنا. قد تجد فقيرا وقلبه معلق بالدنيا كأشد ما يكون التعلق، وقد تجد غنيا وقلبه معلق بالآخرة كأشد ما يكون التعلق. المهم أن تعيش أيها المسلم في هذه الدنيا ولا تعيش فيك الدنيا، المهم أن تملكها ولا تملكك، وأن تستخدمها ولا تستخدمك، وأن تسخرها ولا تسخرك. وقد جاء في بعض الآثار القدسية: يا دنيا من خدمني فاخدميه، ومن خدمك فاستخدميه. فالزهد إذن في الدنيا ليس ترك العمل، وليس حتى ترك الاستمتاع والتمتع بالطيبات، فدستور الإسلام في الحلال والحرام واضح لا غبار عليه. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولذلك عمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وعمل التابعون، وعمل سلف هذه الأمة، حتى صنعوا حضارة إسلامية عظيمة جمعت بين المادة والروح، وجمعت بين العلم والإيمان. لو أنهم تركوا العمل وتركوا الدنيا وقالوا يعني مقولة الشاعر العربي: خسست أمنا الدنيا فأف لك فبن الخسيسة أوباش أخساء، ما أنشأوا لنا هذه الحضارة العظيمة المتوازنة التي جمعت بين المادة والروح. فالزهد لا يعني بالمرة كما قلت لكم ترك العمل، كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. وهنا نقف وقفة تحليلية صغيرة مع هذا الحديث العظيم البالغ الروعة، ونتساءل: لماذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الفسيلة أو صاحب الشتلة أو صاحب النخلة الصغيرة أن يغرسها، وهو يعلم أنه لن يأكل منها ولن يأكل منها أحد من بعده، إذ الساعة قد قامت أو أوشكت على ذلك، ولا أمل لأحد في الحياة بعد ذلك؟ لماذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغرس في هذه اللحظة؟ قال أهل العلم: هذا دليل على أن المسلم يجب أن يظل عاملا منتجا معطاء إلى آخر رمق من حياته، لا يجوز للمسلم أن يعيش بغير عمل لحظة من الدهر، وإن كان يعني إسرافيل قد أمسك بالبوق لينفخ فيه. فيه فائدة أخرى في الحديث كما قال العلماء، هو تكريم العمل لذات العمل، سواء انتفع بثمراته أحد أو لم ينتفع بثمراته أحد. فيه فائدة ثالثة أيضا، وهو أن غرس الفسيلة أو النخلة الصغيرة في مثل هذا الموقف يمثل القيام بحق الوقت الحاضر، يمثل القيام بحق اللحظة الراهنة بغض النظر عن الحاضر والمستقبل، وهو ما يسميه ابن القيم رحمه الله واجب الوقت. يعني إذا حضر بين يديك أيها المسلم أي عمل فنفذه في وقته، فهذا واجب الوقت، ولا تؤخره إلى غد، فلقد يجيء غدا وأنت غبار، ولعلك الميت غدا ولعلك المصاب غدا يا ابن آدم. من هنا نستنتج أن الزهد الذي تحويه كثير من الكتب العربية الإسلامية هو ليس زهدا إسلاميا صرفا، وإنما هو زهد أعجمي
انتقل إلى المسلمين من المذاهب النسكية والمذاهب الزهدية التقشفية كمنوية فارس وبرهمية الهندي ورهبانية النصارى وغيرهم. الزهد كما قلت لكم هو إيثار الدنيا على الآخرة، وصدق الله سبحانه وتعالى إذ قال في كتابه العزيز: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. المهم في المسألة أن لا يؤثر المؤمن الدنيا على الآخرة، وأن لا تكون الدنيا في حياة المؤمن أكبر همه ومبلغ علمه. ولذلك ذم الله سبحانه وتعالى قوما بقوله سبحانه وتعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم، وقد حفظه عنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وفي حديث الترمذي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، فلا يمسي إلا فقيرا ولا يصبح إلا فقيرا، وما أقبل عبد على الله بقلبه إلا جعل الله قلوب المؤمنين تنقاد إليه بالمودة والرحمة، وكان الله بكل خير إليه أسرع. فالمؤمن العاقل والمؤمن الفطن والمؤمن اللبيب هو الذي يجمع بين حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. وقد قال علماء السلف رضوان الله تعالى عليهم: من لم يدخل جنة الدنيا لن يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فمن أراد أن يعيش الجنة في الدنيا، من أراد أن يعيش في جنة أرضية، فليعش على منهج الله تبارك وتعالى، يوظف حياته توظيفا صحيحا لخيري الدنيا والآخرة. وجنة الآخرة ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فدخولك أيها المسلم لجنة الآخرة متوقف على ما زرعته هنا في الدنيا، متوقف على ما قدمته لربك ولنفسك ولدينك ولغيرك، متوقف أيضا على ما استأمنك الله عليه في هذه الدنيا. ولذلك سأل أحدهم الفقيه الجليل أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه، فقال له: ترى يا شيخ ما هو مقامي عند الله سبحانه وتعالى؟ فقال له الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه: اعرف ما لله عندك تعرف ما لك عند الله. وقد جمع الله تبارك وتعالى في آية واحدة من كتابه بين الجنتين، بين جنة الدنيا وجنة الآخرة، فقال سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. إذن هذا هو التوازن الذي جاء به الإسلام، التوازن بين الحياة الروحية والحياة المادية، وهو توازن لم يأتي به فقيه أو عالم من عنده، إنما هو علم أمدنا به الله ورسوله، وشرف العلم في انتمائه إلى كلام الله سبحانه وتعالى وإلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وندعوه في هذا الموقف بدعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا،
وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الحياة الموت راحة لنا من كل شر. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا. أيها المؤمنون، إن في يوم الجمعة ساعة استجابة، والراجح في أقوال العلماء أنها ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة. وإني داع فأمنوا، فاستحضروا في هذه اللحظات خشية الله في قلوبكم، فإن أبواب السماء مفتحة لتقبل دعاء الخاشعين التائبين المنيبين إلى ربهم. فارفعوا أكف الضراعة وتوجهوا إلى الله بالدعاء مخلصين له في دعائكم، واعلموا أن الله لا يستجيب لدعاء من قلب غافل الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد قبل الرضا، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا ولا تخيب رجاءنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا ساميا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم رد المسلمين إلى دينك الحنيف مردا جميلا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم لقاك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أنر دربنا وافتح بصائرنا على دروب التميز والنجاح والنهوض بالبلاد وإصلاح ما أفسده المفسدون. اللهم أخرجنا من الظلمات إلى الجهل، اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا من خزائن رحمتك، وتوفنا وأنت راض عنا غير خزايا ولا نادمين ولا فاتنين ولا مفتونين ولا شاكين ولا مبدلين. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قام الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله. تزاحموا تراحموا وسووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، السلام عليكم، السلام عليكم.